السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك، رمضان كريم. بلا شك الامور كتغير شهر رمضان بالنسبه للتدريب، بالنسبه للتوقيت. تحدث لنا شويه على التغييرات اللي كاينه في شهر رمضان. السلام عليكم ومرحبا بكم سيدي محمد. الزيارات ديالك اللي كنتي واقف ديما المدارس اللي في محمديه، تبارك الله عليك. كنقولوا اللي ما عاش الكره راه ما غاديش يوصل للدومين بالسهل. ورمضان مبارك سعيد. وبالنسبه للتغييرات بالعكس، هو كتكون واحد الطاقه الحمد لله من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما كاينش التغيير، كيكون غير في التوقيت وصافي. اما بالنسبه لنا احنا الحمد لله الانرجي كتكون من عند الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كاين. حيت كيف ما قلت لك ديجا، الدومين كيبغي لامور، ما كيبغيش غير تكون زعما غير دايز ولا هادشي اللي كاين. بالنسبه واش ما كتبقاوش شي صعوبه بالنسبه؟ انا كنعرف كاين شويه الحراره. راه ضروري غادي يجيك شويه العطا، شويه العيا، ولكن كنتي زعما انت ضابط الكرونو ديالك وغادي مزيان في التدريب ديالك، ضروري تعصب شويه مع الدراري. بالنسبه للتوقيت، واش ماشي هو نفس التوقيت اللي كان الايام العاديه؟ لا لا، دابا على حساب رمضان ولينا كنترينيو نهار الاثنين، ما بقيناش نهار الاحد، نهار الاثنين مع 3:30، الاربعاء مع 2:30، والسبت هو مع 2:30. وبالنسبه لنهار الاحد كيكونوا الاباء. بالنسبه للمده الزمنيه كتنقص؟ كتنقص، كنديروا ساعه ونص دابا، فعاود كنا كنديروا جوج سوايع في الايام العاديه. دابا كدير ساعة ونص صافي، كتسالي الخدمة ديالك. وأكثرية كيكونوا غير لي ماتش في هذا رمضان على حساب الدراري باش يمشيو ناشطين، وكتصحح الأخطاء وكتصحح لي بوزيسيون وكذا. راك عارف الدراري الصغار كيبقاو يجمعوا الكرة، خاصنا ما كيوقفوش في لي بوز ديالهم. يعني مشات البالون غادي يتبعوها كاملين، رجعت البالون وقفتي البالون غادي يبقاو يشوفوا، معليش عارفوا فين وقفوا. هادشي اللي كتحاول تصلح وكتحاول تخلي الدراري أنهم يلعبوا ويلي نشطو. كونترول باس راه كيف ما عارف راهي لاباس ديال البالون. اذا مشاهدينا الكرام، كما لاحظتوا كان معنا حكيمي عمر مؤطر فئة الصغرى بمدرسة المجد بمدينة المحمدية. كنتمنى لك التوفيق. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.